بأجمل وأرق تحية أحيي مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة. تتابعون في هذه الحلقة: المنتخب الوطني لكرة القدم يخوض عددا من المباريات الودية تحضيرا لبطولة أمم آسيا. فرسان وفارسات المنتخب الوطني يشاركون في المهرجان الثاني لفعاليتي التقاط الأوتاد والقفز الأولمبي. ومنتخب الشباب لكرة اليد يبدأ تحضيراته للمشاركة في بطولة العرب في تونس. أهلا بكم. حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم بعد توقف دام 12 يوما لارتباط المنتخب الوطني بمباراة فلسطين وارتباط القوة الجوية بمباريات كأس الاتحاد الآسيوي. وتسعى لجنة المسابقات إلى إقامة المباريات ليلا بسبب حلول شهر رمضان المبارك، حيث سيشهد يوم الخميس إقامة ثلاث مباريات من منافسات الجولة. الشرطة سيكون فيها ضيفا على نفط الجنوب في ملعب الزبير، كما يحل النجف ضيفا على فريق الديوانية في ملعب عفتش، بينما يستضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الحسين ونفط الوسط. تأهل فريق القوة الجوية إلى نهائي المنطقة الغربية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد تعادله اليوم في بيروت مع فريق العهد اللبناني بهدفين لكل منهما في إياب الدور نصف النهائي. المباراة التي قادها الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو تقدم فيها الجويون في الدقيقة 22 عن طريق المهاجم حمادي أحمد، ثم أضاف عماد محسن الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعيا لفريق العهد لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة. وقلص العهد الفارق في الشوط الثاني بتسديدة قوية استقرت في مرمى الحارس فهد الطالب عن طريق اللاعب محمد كدوش، قبل أن يضيف زميله أحمد رزليك هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد خطأ من المدافع الجوي سيباستيان. واستمرت النتيجة على هذا الحال لتنتهي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ويتأهل القوة الجوية إلى نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي. هذا وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف الأسبوع الماضي في ملعب كربلاء الدولي. أكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان أن بغداد ستكون عاصمة الشباب العربي في عام 2020. جاء ذلك خلال مشاركة وفد العراق برئاسة الوزير عبطان في الاجتماع 41 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي تم خلاله انتخاب العراق عضوا في المكتب التنفيذي. وأكد عبطان أن بغداد تستحق هذه المكانة الكبيرة، وأن الوزارة ستبدأ استعداداتها لإقامة مهرجانات وفعاليات وبرامج شبابية بما يتلائم مكانة بغداد في العالم العربي. وعلى هامش الاجتماع اتفق وزير الشباب والرياضة مع نظيره السعودي تركي آل الشيخ على إقامة مباراة لكرة القدم بين أساطير العراق والسعودية خلال شهر رمضان المبارك. لأسباب تتعلق بظهور نتائج الانتخابات النيابية وتداعياتها في بعض مدن الإقليم، أرجى اتحاد الكرة الكردستاني مباريات الجولة 16 من الدوري للمسابقة، مما ولد العديد من ردود الأفعال، فمنهم من تقبل الحال ومنهم من اعتبره سلبي من حيث النواحي الفنية على الفرق التي تتنافس فيما بينها لخطف لقب المسابقة. تقرير عمار صاد. لأول مرة يقرر اتحاد كرة القدم الكردستاني ارجع جولة من منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي لأسباب اعتبرها الاتحاد تتعلق بتداعيات نتائج الانتخابات السياسية لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وجاءت حفاظا على أمن وسلامة اللاعبين من تبعات ظهور تلك النتائج. قرارنا لم يكن اختياري. أوضاع الانتخابات ونتائج التي ظهرت في بعض المدن أجبرتنا على اتخاذ قرار تأجيل الجولة المقبلة من مباريات الدوري. هذه هي المرة الأولى التي تحدث والقرار جاء حفاظا على أمن وسلامة اللاعبين والفرق والجمهور. إرجاء موعد الأسبوع السابع من مرحلة الإياب لمسابقة الدوري أثر سلبا على برنامج إعداد وتدريبات الفرق لما تبقى من عمر المنافسات، خاصة وإن فارق النقاط ضئيل يفصل بين الفرق التي تتسابق لكسب لقب الدوري، وهو ما أربك خطط المدربين. أكيد كل تأجيل هو استياء لكل القائمين، حتى صاحب القرار
يعيش حالة الاستياء لسبب أحيانا بسيط ما يستوجب التأخير. يعني صارت يعني سجالات من خلال انتخابات البرلمانية، أعتقد بالرياضة ما ينعكس، ولو الاتحاد كان حريص على سلامة اللاعبين وعلى سلامة الأندية. إن شاء الله يعني هذا يكون آخر تأجيل يعني، وحتى أتمنى يعني بالدوري الدرجة الأولى إحنا نشارك به أهم مراحل ست تأجيلات، لأن صراحة يأثر علينا. فريق برايتي متصدر ترتيب الدوري الكردستاني قبل 3 جولات من ختامه، يواجه ضغوطات كبيرة أدت إلى التأثير على تحضيراته، فقرر خوض مباراة تجريبية مع أربيل بهدف الإبقاء على روحية لاعبيه في حالتها التنافسية. بالتأكيد الإرجاء أثر علينا من حيث مواصلة تطلعنا للحصول على اللقب هذا الموسم. الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على المنافسات، الوقت يدركنا والتوقف لن يصب في صالحنا. أعتقد أن هذا شيء سلبي خاصة لفريقنا، بس إحنا نحاول أن نكون باقين في الصدارة ونكون ننافس على هذا الإنجاز، أعتقد راح يكون إنجاز ثمين لفريقنا. واقع ما حدث في مدينة السليمانية من صدامات لعدم تقبل الأطراف بنتائج الانتخابات انعكس على واقع منافسات الدوري، فكان لزاما إرجاء المنافسات لإشهار آخر، بينما يحتدم الصراع بين فرق برايتي وهندرين والزيرفاني وأرارات وأربيل للفوز باللقب. عمار ساطع، الحرة، أربيل. يواصل منتخب الشباب لكرة اليد معسكره الداخلي في بغداد استعداده للمشاركة في بطولة العرب التي تقام في تونس خلال شهر حزيران المقبل، وتعد تلك البطولة كمحطة استعدادية لاستحقاق أكبر هو تصفية كأس العالم المقررة في سلطنة عمان. تقرير عدنان لفت. يرسم المدرب خالد عدنان آفاق الأمل للاعبي منتخب الشباب، وهو يوضح لهم طبيعة المهمة القاضية بالنجاح في البطولة العربية بكرة اليد في تونس حزيران المقبل التي يستعد لها الفريق بمعسكر داخلي في بغداد تحضيرا للمنافسات. 25 لاعبا سيختزلون إلى 18 من أجل بناء فريق قوي يمكن أن ينجح في الاختبار لتصفيات كأس العالم في سلطنة عمان تموز المقبل. نحاول أن نحصل المعسكر بمصر أو بإيران، مثل ما تعرف الدولتين على مستوى آسيا وأفريقيا هي دول تلعب بكأس العالم، نحاول نستفاد منها قبل الدخول ببطولة كأس العرب اللي هي يعني بالاتفاق ويا الأخوة بالاتحاد هم محطة لإعداد المنتخب. اللاعبون يتدربون بفاعلية للتحضير جيدا من أجل الانسجام والتأقلم وتقليل الأخطاء وهضم أسلوب المدرب الراغب بالتفوق مع لاعبيه بمواجهة أفضل المنتخبات العربية. اليوم فترة اختبارات المعسكر إن شاء الله يبدي ورن انتخابات إن شاء الله، هسه العدد يقريب 22، سوي اختبارات إن شاء الله ويبقى العدد 16 لاعب، وعندنا بطولة خارجية إن شاء الله بطولة عربية استعداد بطولة تصفيات كأس العالم مسقط. معسكر خارجي نستفاد من عدها لعبات ودية، انسجام الفريق، تقليل الأخطاء، وعندنا معسكرات هم من بعد الخارجي هم داخلي، واحتمال عندنا بطولة عرب نشارك بها إن شاء الله. معسكر خارجي سيعقب المعسكر الداخلي من أجل تهيئة الفريق الشاب بأفضل صورة ممكنة، معتمدين على روحية اللاعبين وسعيهم لاستثمار الفرص الدولية لإظهار كرة اليد العراقية بالصورة المميزة التي ترفع من شأنها على المدى الطويل. استعدادات جيدة كلش، ومدرب مدرب كبير يعني عنده سي في راقي، وإن شاء الله راح نحقق نتائج، وإن شاء الله عنده خبرة قوية هو الكابتن. عدنان لفتة، الحرة. نظم اتحاد الفروسية مهرجانه الثاني في بغداد بفعاليتي التقاط الأوتاد والقفز الأولمبي بمشاركة أغلب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، إضافة إلى مواهب صغيرة قدمت عروضا لافتة نالت استحسان الحاضرين. نتابع. فرسان وفارسات بأعمار الزهور تجمعوا في ميدان اتحاد الفروسية بالجادرية ليخوضوا منافسات المهرجان السنوي الثاني لفعاليتي التقاط الأوتاد والقفز الأولمبي ولفئتي المتقدمين والواعدين.
أغلب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني شاركوا في الفعاليات التي تمثل حلقة إعدادية لتصفية كأس العالم في سلطنة عمان. حضور لافت ومشاركة فاعلة من جميع فرسان المنتخبات الوطنية لفعاليتي التقاط الأوتاد وفعاليتي قفز الحواجز. أيضا هناك جديد دائما في اتحاد الفروسية أنه اليوم ترون أطفال واعدين بعمر الزهور مشاركاتهم جيدة جدا. فعالية التقاط الأوتاد شهدت حضورا لافتا للمنافسة على المراكز الأولى بين لاعبين ولاعبات بمختلف الأعمار، قدموا عروضا جميلة في التعبير عن إجادتهم لعمليات الالتقاط المختلفة بمصاحبة الخيول. حصلت المركز الأول بأقل وقت بفعالية قفز الحواجز، وأتمنى أنا أكون أفضل فرص في العراق. اليوم بدنا نقفز بنادي الفروسية، يعني أكو موجات مع يعني أطفال والكبار، مع الأطفال هو بس حواجز والكبار 8 حواجز. آخر المنافسات كانت في استعراضات أنيقة بالقفز الأولمبي استمرت حتى ساعات الليل، أبلى فيها الفرسان بلاء حسنا في عبور الحواجز على ارتفاع 60 سنتيمترا للمواهب من الأعمار الصغيرة وأكثر من متر بالنسبة للمتقدمين. كانت فئتان في 60 سنتيمتر وال90 سنتيمتر و80 سنتيمتر، وفي الأول بال60 يعني شيء زين، وفي ال90 4 أخطاء. الاستعدادات والتنافس ما بين الفرسان، كل هاي استعداداتنا للبطولات. عندنا بطولة الشباب لالتقاط الأوتاد في الشهر 1 في سلطنة عمان، وكذلك عندنا البطولة التأهيلية لكأس العالم لالتقاط الأوتاد المنتخب الوطني المتقدمين. فعاليات إبداعية جميلة قدمها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بالفروسية في القفز الأولمبي والتقاط الأوتاد في المهرجان السنوي للاتحاد الذي حظي بإشادة الجميع. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. مشوارنا مستمر معكم في استوديو الرياضة، فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا. أهلا بكم الجديد في هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. أبدأ الاتحاد الأوزبكستاني لكرة القدم رغبته في إقامة لقاء ودي مع المنتخب الوطني العراقي في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها مطلع العام المقبل في الإمارات. جاء ذلك في رسالة بعثها الاتحاد الأوزبكي إلى نظيره العراقي، وطلب فيها إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في العاصمة الأوزبكية طاشقند خلال شهر أيلول المقبل. هذا وكان المنتخب الوطني قد خاض يوم الثلاثاء الماضي لقاء وديا مع نظيره الفلسطيني على ملعب جذع النخلة في البصرة. انتهى هذا اللقاء بالتعادل السلبي، ومن المقرر أن يواجه منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية وديا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا في كانون الثاني من العام المقبل. للحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيف من بغداد المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الكابتن باسم قاسم، كما استضيف من بغداد أيضا الصحف الرياضي الزميل عادل العتابي. وأبدأ مع الكابتن باسم قاسم. كابتن أهلا بك في استوديو الرياضة، ما الذي ينتظر المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة؟ اهلا ومرحبا، تحياتي لحضرتك استاذ حسام، تحياتي الى الاخ العزيز الاستاذ عادل العتابي. يعني حقيقه بكل تاكيد يعني بعد ان جلسنا مع الاخوان اللجنه الفنيه ولجنه المنتخبات وقدمنا منهاج مفصل وبما يلائم بطوله بمستوى بطوله اسيا،
حقيقة للأخوان باللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، وكان جداول المباريات حقيقة اللي نخوضها بدون اللاعبين المحترفين، لأنه مثل ما تعرف حضرتك أستاذ حسام، إحنا كل اللاعبين يجب أن يكونون على جاهزية واحدة، ويجب أن وصولا إلى نهائيات أمم آسيا مطلع السنة القادمة يعني نأمل حتى أن يكون اللاعب البديل بمستوى اللاعب الأساسي. ولذلك حتى من خلال مباراتنا اللي شاهدتوها يعني في المباراة الأخيرة مع فلسطين، نعم، وفق هذا المنطق يعني تعاملنا معاه، يمكن أغلب اللاعبين قسم من اللاعبين لأول مرة يلعبون، وقسم من اللاعبين لعبوا مبارتين أو ثلاثة مع المنتخب، إيمانا منه أنه بطولة بمستوى أمم آسيا يجب أن يكون كل اللاعبين بجاهزية وحدة إذا ما كان اللاعب الأساسي أو اللاعب البديل. لذلك منهاجنا كان يعني حقيقة يضمن مجموعة مباريات بحدود 5 مباريات للاعبين الدوري المحلي، ومن ثم أطلبنا يعني مهم جدا أن يكون لدينا معسكر تدريبي بعد نهاية الدوري، ومن المؤمل ينتهي الدوري نهاية الشهر السابع على أمل أن نقيم معسكر بالثامن. أعتقد هذا المعسكر فرصة طيبة، لأنه احنا تكلمنا ببعض المشاكل اللي قدرنا نعالجها بالفترة السابقة، وأكو مشاكل أخرى لا يمكن علاجها حقيقة وفق الفترة اللي مضت، لأنه نعم رغم احنا مرور 11 شهر من تولي المهمة، لكن حقيقة بحساب الوقت هي قليلة جدا، لأنه المنتخب العراقي كل شهرين يتجمع مرة حقيقة، إضافة إلى هذا التجمع هو ليومين أو 3 أيام. حتى هذه الوحدات التدريبية هي وحدات تدريبية ليست فعلية، لأنه أنت تعرف يجي من الدوري العراقي خايض مباريات وعنده مباراة تنتظر مع أحد المنتخبات، لذلك التمارين تكون تمارين شكلية. إذن احنا طيلة استلامنا مهمة المنتخب الوطني تحت قيادتنا ما كان هناك تجمع أو معسكر تدريبي، لذلك هذا المعسكر نأمل من خلاله معالجة بعض المشاكل، إلا من خلال هذا المعسكر ممكن أن نعالج بعض المشاكل حقيقة للفريق مجتمعا. وبينا أستاذ حسام يعني أنه في الشهر التاسع ستكون هناك مباراة سابقة مثبتة مع كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية وحدة قياس حقيقية تكتيكية، بعدها ممكن أن نحكم على المنتخب العراقي. طيب أن نحكم على المنتخب العراقي هل هو بعد هذه المباراة قادر أن يحقق يلبي طموح الجماهير وتطلعات المسؤولين أم يتجه باتجاه مخالف لذلك؟ وراح يكون المعسكر اللي اقترحته؟ من المؤمل استاذ حسام احنا لانه حقيقه يعني الجو يعني في شهر الواحد في الامارات الجو يكون معتدل، صح ربيع، يعني كنا نامل انه نقيم معسكر في قطر، لكن ذا ما يخدمنا في قطر لان الاجواء في الشهر الثامن في قطر حار، يعني حراره ورطوبه جدا عاليه، لذلك يعني تصير صعوبه باقامه المعسكر. لكن حسب تواجدنا عندما تواجدنا في دبي وحقيقة التقانا بأغلب الفرق المشاركة في نهائيات أمم آسيا، كل الفرق عرفنا يعني من خلال هذا التواجد على يعني التجمع لأنه من أجل إجراء القرعة، أنه أغلب الفرق ستقيم معسكرات في سلوفينيا أو في النمسا أو في إسبانيا، تقريبا الجو يكون معادل يعني نفس الجو يعني حقيقة معتدل نفس جو في الشهر الواحد في الإمارات. ومن ثم أستاذ حسام احنا بعد الشهر التاسع أطلبنا يجب أن تتوفر مباريات أعلى من مستوى كوريا الجنوبية بحدود 5 مباريات حتى نصل بجميع هؤلاء اللاعبين إلى الجاهزية المطلوبة اللي تؤمن مشاركة قادرين من خلالها أن نكون من بين الفرق المنافسة على لقب أمم آسيا. طيب أنتقل الآن أعزائي المشاهدين للزميل عادل العتابي. أستاذ عادل أهلا بك، هل تعتقد أن الوقت ما يزال مبكر للحديث عن الاستعداد لبطولة أمم آسيا على أساس أنها راح تكون مطلع العام المقبل لو هم يالله؟ يلا تحية لك أستاذ حسام إلى ضيفك الكريم الكابتن القدير مدير المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي الكابتن باسم قاسم، أتمنى كل التوفيق إن شاء الله للجميع من أجل أن تكون النتائج مفرحة ومبهجة للجمهور الرياضي اللي يتابع كرة القدم من خلال المشاركة العراقية المقبلة في دولة الإمارات العربية في نهائيات أمم آسيا. أنا يعني أؤكد من زمان وأعتقد أنه لابد من التهيئة المبكرة لكل البطولات والمنافسات التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، وعدم ترك الأمر للحظة الأخيرة من أجل أن تكون هناك هبة بين هلالين أو فزعة أيضا بين هلالين من أجل الوقوف إلى جانب المنتخب وتهيئة كل مستلزمات النجاح إلى جانب المدير الفني. يعني لابد أن نتحرك من الآن وأن نقف خلف هذا المنتخب وخلف مدير الفني والتشجيع والتآزر مع هذا المنتخب من أجل تحقيق نتائج طيبة في نهائيات آسيا، لا سيما وأننا كنا أبطال لهذه النهائيات عام 2007، والكل يعرف ويتذكر جيدا
مدى الفرحة والبهجة الكبيرة التي عمت كل محافظات العراق من شماله إلى جنوبه. لذلك يعني التهيئ من الآن في معسكرات تدريبية استعدادية ومباريات تجريبية ودية وغيرها هو السبيل من أجل أن نكون في يعني قوة وفي متانة تستعد للمنافسة الآسيوية. وإحنا راح نعرف أن هناك أكثر من فريق سيأتي إذا هذه البطولة بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم في روسيا. لذلك يعني ربما ستكون الكثير من المنتخبات الآسيوية في الطريق إلى التجديد للاعبيها والدفع بوجوه جديدة في صفوف المنتخبات. يعني يجب أن نكون متهيئين لكل شيء، وأنا أقف إلى جانب الكابتن القدير باسم قاسم في أن تكون مباريات تجريبية مع منتخبات كما أشار إلى واحد من المنتخبات الآسيوية الكبيرة اللي هو المنتخب الكوري الجنوبي وغيره من المنتخبات الأخرى في آسيا، اليابان وإيران وغيرها إن شاء الله. إن شاء الله. خلي أشوف رأي الكابتن باسم، لأنه اليوم كان هناك خبر أنه المنتخب الإيراني طلب ملاقاة المنتخب العراقي في كربلاء قبل ما يروح الكأس العالم، وأيضا هناك دعوة على أساس من المنتخب الصيني للمنتخب الوطني العراقي للعب في بكين. نعم. ما مدى صحة هذه الأخبار؟ نعم أستاذ حسام، بشكل رسمي يعني تمت مفاتحة الاتحاد العراقي من قبل الاتحاد الصيني رسميا. هذا موجود يعني حقيقة من قبل أسبوع بقامة مباراة، و يعني كان طلب أنه إجراء المباراة خلال فترة قصيرة، يعني المفروض إحنا خلال أسبوعين نكون متواجدين في بكين. وأعتقد اليوم كان الاتحاد العراقي يوجد لديهم اجتماع حقيقة بهذا الخصوص. كذلك الفريق الأوزبكستاني بطلب رسمي، لكن الفريق الأوزبكستاني يعني كان هناك فسحة من الوقت، لأن على اعتبار حدد الخيارات من التاسع صعودا إلى الشهر 12، وإحنا نحدد الوقت، وأنا من ثم أبلغت الأخوان بالاتحاد العراقي يعني نشوف مباراتنا مع كوريا الجنوبية يعني تكون بأي وقت حقيقة، وممكن أن نعملها بالتاسع مباراة أوزبكستان، وممكن نعملها بالشهر العاشر، يعني لا يزال الوقت متاح. لكن أنا أعتقد شوية مباراة الصين لحد الآن يمكن بها حرج من حيث الوقت، والأيام القادمة ستكون الأمور بشكل يعني رسمي أكثر وبدقة أكثر. أما في خصوص مباراة مع إيران، خلال تواجدنا لإجراء القرعة أمم آسيا في الإمارات كان لنا لقاء، يعني حقيقة احنا كان لدينا لقاء مع اغلب الوفود، انا والاخ الكابتن باسل جورجيس المدير الاداري. نعم. جمعنا باغلب الوفود على استعدادهم، على وين معسكراتهم، لان حقيقة نستفاد احنا من هذا التبادل الخبرات. حقيقة تكلمت انا حتى مطولا مع المدرب زاغروني بهذا الخصوص. نعم. مدرب الامارات، ومن ثم التقينا يعني حقيقة مع رئيس الاتحاد الإيراني، هو من يتكلم معنا بهذا الخصوص، ويتكلم أنه يوجد اتفاق سابق مع الأخ رئيس الاتحاد العراقي الأستاذ عبد الخالق بإقامة مبارتين، وحقيقة يطلبون المباراة قبل ذهابهم إلى كأس العالم، يعني يجب أن تكون في نهاية الخامس أو بداية السادس. بعد عودتنا من دبي والتقينا بالأخ الأستاذ عبد الخالق، تكلمنا معه بهذا الخصوص، أكد أنه يجب أن يكون هناك إجراءات رسمية حقيقة، طلب رسمي بهذا الموضوع. أنا من جانبي يعني سئلت، لأنه الفريق الإيراني سيكون بأتم الجاهزية وفريق بكامل نجومه كامل، بل يعني خاض مباريات عديدة من أجل الوصول، بل وصل إلى الجاهزية المطلوبة لخوض كأس العالم. وهنا المنتخب العراقي اللي راح نلعب يمكن بفريق هو أغلبها من الدوري المحلي. أنا حقيقة أستاذ حسام يعني رغم أنه للأسف يعني مع احترام أنا دائما أتكلم ما عمم، لكن وصلنا إلى قناعة أنه لا توجد لدينا يعني لغة مشتركة مع أغلب الأجواء المحيطة بنا. أنا لا أقول كل الأجواء، ولكن أغلب الأجواء المحيطة، لأنه القسم يترجم يعني حسب مفهومه الخاص وحسب هواه الخاص. لذلك أنا دائما أقول يعني أنه المنتخب العراقي يجب أن توفر لمباراة عالية. أنا مع هذا الاتجاه، حتى وإن كانت لا سامح الله نتيجة هذه المباراة بشكل وبآخر يعني لربما تكون يعني غير مقبولة، لكن أنا اللي يهمني اليوم أنه أي مباراة على مستوى عالي هي تعود بالفائدة الفنية على جميع اللاعبين. نعم. وهذا ما أسعى. كابتن شنو اللي تقصد بي يعني يفسر على هواء؟ تقصد الانتقادات التي تتحدث مرات عن نتائج؟ نعم يعني أستاذ حسام، لا أنا من حق الناس يعني اليوم أنا مع كل وجهات النظر، وكل وجهات النظر تؤخذ بنظر الاعتبار ونتعامل معها بكل تقدير واحترام، لكن إحنا واضح بعد ما قدمنا منهاجنا، يعني أنا حقيقة بالمناسبة أستاذ حسام حتى يعني قررنا أنه نمتنع هاي الفترة من الظهور على الإعلام. نعم. إلى
وصولنا إلى الشهر التاسع، لأنه حقيقة نعتقد أنه لا جدوى من الحديث، لأنه طالما أنه لا توجد هناك لغة مشتركة مع أغلب الأجواء المحيطة بنا إحنا. ليش من يعني ليش التشاؤم كابتن باسم أنه ما في لغة مشتركة؟ بالعكس هو الهاجس مشترك، هاجس المنتخب يمثل الجميع، يمثل البلد، ولما ينطر رأيهم الصحافة الإعلام الناس الفنين يعني لا بأس من أخذ هذا الخصوص. أنا مع احترامي أنا ما لا أستاذ حسام، وين المشكلة؟ أنا أتكلم لك أنه إحنا اليوم أنا مدرب للمنتخب الوطني العراقي ومسؤول عن هذا المنتخب. أكيد. تكلمنا يا أخوان أنه هذا المنتخب اليوم إحنا بعد ما عانى معانا من 2007 نضوب عطاءات أغلب اللاعبين، لأنه إحنا أغلب كلامنا اللي ربما يعتقد البعض من باب التبرير، وأنا أكد لك هنا أستاذ حسام يعني أنا اليوم أغلب المصلحة العامة ومصلحة المنتخب الوطني، يعني تواجدي مع المنتخب الوطني وفق المصلحة الوطنية ومصلحة المنتخب الوطني من عدمه سيال لدي حقيقة. أنا اللي يهمني اليوم مصلحة الوطنية ومصلحة المنتخب العراقي، لكن دائما بنتكلم بأمور منطقية تذهب باتجاه التبرير، وهذا الظهور إذا ما ظهرت مرة أخرى سيذهب بنفس الاتجاه، إذا إحنا ندور في حلقة مفرغة، إذا لا جدوى من هذا الظهور. لا بس لذلك بس أنا لا بأس يعني كابتن باسم، لا بأس يعني نعم. من إظهار يعني الحقائق، إظهار التفاصيل، الجمهور من حقه يريد يعرف، الوسط يريد يعرف ما الذي يدور في كواليس المنتخب. نفس الكلام سام، ولا زال وقت مبكر يعني البطوله سام سام نفس عندك 6 اشهر بعد يعني هو لا هو انا اللي اريد اللي اريد اوصل لك اياه، قلت لك بعد نضوب يعني بعد نضوب عطاءات اغلب اللاعبين 2007 الان احنا باتجاه الاستقرار اليوم 90% من تشكيله المنتخب العراقي بما فيها اللاعبين الخبره واللاعبين الشباب وصلنا الى الاستقرار. ممكن يعني حقيقه للمستقبل هاي النسبه 10% اضافه احد اللاعبين صحيح. الخبره في الجانب الهجومي حقيقه يعني هذا لا باس صحيح. ممكن ان نفكر كابتن باسم انا بس عندي سؤال انه احنا بس عندي سؤال بهالجانب لو تسمح نعم. يعني مباراه العراق وفلسطين اللي صارت بالبصره يعني انت لو فريقك لاعبها قدام جمهور نعم. كبير يعني والتوقيت كان سليم ما كانت تقام بنفس مباراه القوه الجويه والعهد مو كان الجمهور انترس الملعب يعني بالبصرة وكان حتى اللاعبين وتحقق الفائدة اذا هذا الرأي صائب رأي الناس يعني لا ضير لا انا ما اختلف مع الناس بهذا الرأي هذا خلافي مو هنا أنا. خلافي انه انت من تجي اليوم انت تشارك مجموعة من اللاعبين الشباب بل قسم منهم لأول مرة يشاركون ومن تتكلم بهذا الكلام يذهب لك الآخرين انه احنا نبرر يعني احنا قلنا بمنهاجنا حتى اكمل لك الفكرة بمنهاجنا المنتخب العراقي وحدة القياس التكتيكية الحقيقية هي مع كوريا الجنوبية صحيح. وأنا أخذت وحدة قياس حقيقية وليست مغلوطة من الجانب التكتيكي إذا ما أردت أن تشوف نفسك وين واصل يجب أن تلعب مع فريق بمستواك أو أعلى منك مستوى إذن يا أخوان صحيح. أعطونا مجال إلى أن نوصل إلى هذه المباراة طيب. ومن ثم يكون الحكم ماشي. اليوم أنا ألعب مع إيران ألعب مع أي فريق هي البدلاء ألعب لاعب نعم. نعم. أنا مضطر أروح الفاصل وبعدين نشرك الزميل عادل ايضا في هذا المحور يعني اذا فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونعود من جديد ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ومن جديد أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة الكابتن باسم قاسم مدرب المنتخب الوطني والصحف الرياضي المعروف الزميل عادل عتابي. أخ عادل استمعنا إلى حديث الكابتن باسم يعني من حق المنتخب أن يبحث عن مباريات قوية وإحنا وياه بهالجانب هذا أنه فريق كوري من الفرق المهمة وهو يعني فعلا المقياس الحقيقي لمستوى المنتخب لما يلعب وياه. كيف تنظر لمسألة إقامة المباريات الودية وانتقاء الفرق اللي قابلها الفريق العراقي وأيضا توقيتاته مثل ما تحدثنا قبل شوي؟ نعم بكل تأكيد إقامة المباريات مع المنتخبات المتقدمة على آسيا
يصب في صالح كرة القدم العراقية. وما دمنا نبحث عن التطور أو القفز إلى الأمام بمستوى كرة القدم، فعلينا أن نلعب دائما مع الفرق التي هي بالمستوى المنتخب الوطني العراقي أو أعلى منه في هذا المستوى، لا سيما في الجوانب المهارية والفنية والخطط التدريبية وغيرها من الأمور التي يعني هي التي تحدد مقدار قوة الفريق ومن ثم تقديم المستوى اللائق به. في فترة من الفترات كنا يعني نلعب من أجل أن نلعب مع منتخبات في موضوع أو في مسيرة رفع الحظر الرياضي، وكنا نلعب مع منتخبات متدنية المستوى جدا وبالتالي لم تقدم شيء لكرة القدم العراقية. أنا أقف إلى جانب الكابتن القدير باسم قاسم في البحث عن المنتخبات القوية في آسيا، وهي منتخبات يعني ربما لا تصل حتى إلى عدد أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك لابد أن نلعب معها في وقت يجب أن يكون الجمهور والإعلام الرياضي بأنواعه مساندا للمنتخب الوطني العراقي ويقف خلفه بقوة من أجل أن يتطور المنتخب ويكتسب الكثير من الخبرات. أما أن تكون هذه المباريات يعني تستغل من قبل البعض، وهذا البعض القليل للأسف الشديد في الإعلام وحتى عند الجمهور يعني تهويل الموضوع ومن ثم صب التهم إلى المدير الفني وأعضاء الفريق المنتخب الوطني العراقي، فهذا موضوع غير صحيح. يعني بكل الأحوال يجب أن نقف إلى جانب منتخبنا. يا سيدي الكريم، هناك كثير في مجال الإعلام في نقل المباريات من دوريات الأوروبية المختلفة، نشاهد أن الفريق يلعب آخر مباراة في الدوري الممتاز وأنه سيهبط إلى الدرجة الثانية، وهذه من خلال هذه المباراة حتى إذا ما حقق فيها الفوز، ولكن تبقى الجماهير تصفق لهذا الفريق طول وقت المباراة وحتى بعد المباراة، وربما يحتفلون مع الفريق وهو هابط إلى الدرجة الثانية. صحيح. يعني نحن لا نريد هذه ولا نريد تلك، نريد أن نقف بشكل عقلاني وبشكل رياضي سليم مع منتخبنا الوطني، وأن نشد على أيدي اللاعبين جميعا والملاك التدريبي للمنتخب الوطني العراقي، وهو يستحق أن نعطيه فرصة وأخرى وثانية وثالثة ورابعة وغيرها. يعني أمور بسيطة جدا كان من الممكن أن تغير النتائج في بطولة الصداقة الدولية في ملعب البصرة، ولكن جعل المنتخب الوطني العراقي يلعب المباراة الأولى في هذه البطولة من دون أن يستمع إلى رأي المدرب والآخرين الذين لديهم وجهة نظر مختلفة، ربما كان يريد أن يلعب مباراة الافتتاح منتخبي سوريا وقطر من ثم ينتظر المنتخب الوطني العراقي. طيب. وهذه طريقة مشروعة يعني لا إشكال فيها أبدا. زين. أن ينتظر نتيجة المباراة حتى يقدم المستوى مع أحد الفرق اللي يلعب بها لاحقا. نعم. كابتن باسم، يعني أنتم تبحثون عن معسكر تدريبي وعن مباريات قوية، هناك استحقاق مقبل خلال شهر آب وهو دورة الألعاب الآسيوية. أنا اللي أعرف أنه مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن عبد الغني شهد ما مرتاح للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالنسبة للمنتخب الأولمبي، ليش ما شاركون أنتم كالمنتخب الوطني؟ يعني وهناك أيضا فرق قوية وفرق آسيوية راح تجي تشارك، وهي هم فرصة يعني مو غلط، هم احتكاك وهم مجربين يعني فرصة للتجريب واللقاء مع عدة فرق آسيوية. يعني تعرف استاذ حسام هذا الامر متروك للاخوان بالاتحاد العراقي يعني حقيقه، واذا ما تم الاجتماع يعني مع الكادر التدريبي للمنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي. نعم. يعني حقيقه ممكن نوصل الى يعني انا يمكن هذا سؤال يعني اول مره اسمع يعني من حضرتك يعني، واسمع انه الاخ الكابتن غني شهد يعني عنده هذا التوجه. لا هو قال انه المباراه يعني انه البطوله صعبه، قال انه مشاركه المنتخب الاولمبي صعبه في مثل هاي البطوله. والله هو حق يعني انا حقيقه للامانه يعني اتكلم لك يعني انا دائما ما نتكلم بمنطق وبواقعيه وبعيدا عن ردود الافعال، يعني نعم المنتخب الاولمبي مر بظروف صعبه يعني حقيقه من حيث الظروف الملائمه ومن حيث يعني ما عندهم مستوى اي لا عندهم مباريات تجريبيه لا عندهم معسكر لا عندهم، ما يقول لك نروح نشارك احنا هذا نعم. طيب ليش مو المنتخب مثلا طالما انتم تبحثون عن المنتخب مثل هاي الفرصه؟ احنا نبحث من هاي الفرصه، لكن انا حقيقه بالشهر الثامن استاذ حسام اللي يهمني
المعسكر التدريبي فقط لإجراء الوحدات التدريبية أكثر من إقامة المباريات بالأخص. سال حسام، إحنا من استلمنا مهمة المنتخب العراقي لحتى هذه اللحظة يمكن المدرب الوحيد من بين أخواني المدربين اللي استلموا مهمة المنتخب الوطني سابقا، وكلهم أكل لهم التقدير والاحترام، كلهم خاضوا معسكرات تدريبية وقدروا يطبقون المنهاج التدريبي أو طبقوا أفكارهم التدريبية. صحيح. ما عدا إحنا من استلمنا المنتخب العراقي استلمناه بظروف صعبة تختلف عن باقي المدربين. إضافة لذلك لحد الآن ما عدا بطولة الخليج 7 أيام 8 أيام وبطولة الصداقة 4 أيام 5 أيام، الآن أنا توجد لدي مشاكل حقيقة يجب علي أن أعالجها وتكلمت، ويمكن قسم من الأخوان يعني وجهونا بعض الانتقاد، لكن هاي حقيقة. أستاذ حسام، اليوم المنتخب العراقي مهما يصير تطور بمستوى الأداء العام، إذا ما تعالج بعض الأمور اللي تتعلق بالمبادئ الأساسية، نعم، ممكن أنت في أي مباراة في أي لحظة تضيع المباراة. صحيح. وهذا ما ظهر واضح علينا من خلال البطولة وحتى خلال استلام الأخراج. شلون أنا ضربت مثل في مباراتنا مع اليابان، كنا لأحد آخر لحظة بخطأ دفاعي بسيط سبب في دخول هدف علينا. لذلك أنا أحتاج، لأن خلال استلامي مهمة المنتخب الوطني ولحد هذه اللحظة أنا لم أتمكن من إقامة وحدات تدريبية فعلية، لأن اللاعبين يجوني قبل يومين ومن الدوري متعبين، أنا علي أن أريحهم ويجوني يخوضون مباراة. أما كفكر تدريبي أو كعلاج لبعض المشاكل طيلة هذه الفترة لم أتمكن، ولذلك أعول على هذا المعسكر أن يكون علاج لهذه المشاكل. نعم، البعض يحسد الكابتن باسم، وحددت المباريات في وقت آخر. نعم، أنه باسم قاسم عندما استلم المنتخب بدأت المباريات تقام على الملاعب العراقية والمنتخب يلعب بين جماهيره، وهذا أكيد ينطي زخم كبير مثل ما شاهدنا بلقاء العراق والسعودية اللي انتهى بنتيجة كبيرة للعراق أيضا، يعني برغم ظروف الفريق السعودي، بس يعني هذا ما راح يعطيكم زخم، ما راح يمثل لكم فد إضافة قوية للاعبين. بكل تأكيد بكل تأكيد، يعني لعب العراق وإيران كربلة مثلا، يعني مع مباراة مع فلسطين. نعم، بكل تأكيد اليوم احنا جماهيرنا تلعب دور كبير بإثارة الحماس اللاعب العراقي وإعطاء الدافع المعنوي، وبكل تأكيد سنستفيد حقيقة من هذه التجربة الجديدة إن شاء الله برفع الحذر عن الكرة العراقية بشكل كامل، وبكل تأكيد الحضور الجماهيري الكبير الدور المؤثر بتحقيق النتائج الإيجابية، وخاصة احنا سالم حسام قلت لك احنا الحمد لله يعني الآن هذا جيل ممكن يخدم الكرة العراقية لسنوات قادمة طويلة. طيب، لسنوات قادمة طويلة، لذلك يحتاج يعني كثير من العمل. إذن هو هذا سؤالي للزميل عادل. أخ عادل، يعني ألا تعتقد بأنه غياب المحترفين، نعم، في هذه الفترة وفترة المباريات الودية وبداية التدريبات والمعسكرات، ألا تعتقد بأنها فرصة للاعبين الشباب الجدد اللي برزوا في دوري هذا الموسم واللي الكابتن باسم صرح أنه راح يعني يكون لهم شأن كبداية لجيل جديد؟ طبعا بكل تأكيد، يعني أبواب المنتخب دائما مفتوحة لكل كفاءة كروية ولكل لاعب جيد ممتاز نهاز الفرص وهداف وغيرها من المسميات الأخرى. ولا تبقى الأبواب مغلقة والاعتماد على عدد معين من اللاعبين فقط، هم اللي يشاركون وهم اللي يقودون يعني راية المنتخب في كل المنافسات. طبعا بكل تأكيد عندما تكون منافسة رسمية وبطولة رسمية، أنا أعتقد أنه الخط الأول من المنتخب والذي يضم بكل تأكيد اللاعبين المحترفين، أعتقد أنه الفرصة كبيرة وسانحة للمشاركة من قبل اللاعبين المحترفين. أما في حال عدم السماح للمحترفين لأي سبب كان من الأسباب اللي تتمسك بها الأندية المحترف بها اللاعب العراقي، فإن الباب يعني سيكون مفتوحا أمام عدد من اللاعبين. وأنا شاهدت حقيقة يعني عدد كبير من اللاعبين فيهم يعني بصمة اللاعب المهاري واللاعب الممتاز، ولكن ليس كما كان الحال في سنوات عديدة مضت عندما كان هناك أكثر من لاعب ينافس وبقوة على كل المراكز الموجودة فوق المستطيل الأخضر. يعني حارس المرمى يشعر بأن هناك 4 حراس مرمى ينتظرون مشاركتهم في المباريات، مساك اليسار أو اليمين أو قلب الدفاع، الوسط، الهجوم، رأس الحربة، الكل كان هناك أكثر من لاعب
يمتلك مواصفات عالية جدا، يتنافس مع زملائه تنافسا شريفا من أجل المشاركة في المباريات. للأسف الشديد بدأ الحال الآن أو الصورة الآن مختلفة تماما عما كان سابقا، بحيث نشاهد في بعض الأحيان أنه يعني هناك لاعب أو لاعبين في مركز محدد حتى على مستوى المنتخب الوطني العراقي وليس على مستوى الأندية. هذه الظاهرة يجب معالجتها من قبل المدربين جميعا وصولا إلى المدير الفني للمنتخب الوطني، وهذا ما نتمناه. إذن خلينا نروح الفاصل أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لتكملة المشوار في الجزء الأخير، ابقوا معنا. اهلا بكم الجزء الرابع والاخير من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه. اعود مره اخرى الى بغداد الى الكابتن باسم قاسم. كابتن باسم، هذا الجزء احاول الملم كل الافكار اللي يعني مشتته هنا وهناك واسال اسئله اللي يعني ببالي بصراحه. انت قدمت برنامجك منهاجك التدريبي ذكرت للمنتخب للاتحاد؟ نعم 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 طيب. قدمت ابتداء من قبل مباراه مع فلسطين ويمتد من 4-5 إلى بداية أمم آسيا 2019 بالمعسكرات التدريبية. حقيقة حتى شخصنا الأخطاء اللي تم معالجتها بالسابق وما هي المطلوب معالجتها لاحقا من خلال المباراة التجريبية، قسم المباراة التجريبية أو من خلال المعسكر التدريبي. وبعد مباراة كوريا نذهب باتجاه أن توفر 5 مباريات أعلى من كوريا الجنوبية للمحترفين واللاعبين المحليين حتى نكون بأعلى جاهزية عند دخولنا أمم آسيا. جميل. زين، هل حسمت مسألة بقائك مع المنتخب تجديد من قبلهم؟ لأنه عقدك لنهاية التاسع جددوه، هل هناك اتفاق على تجديده مثلا؟ نعم. هل هناك يعني إشارة من الاتحاد في هذا؟ يعني حقيقة أنا تكلمت مع الإخوان بهذا الخصوص. الإخوان يعني حقيقة كان جوابهم لي بهذا الخصوص أنه ارتباطهم باللجنة الأولمبية حقيقة وليس لباسم قاسم، لكل المدربين أنه يكون العقد لمدة سنة، ولذلك هم ملزمين من الناحية القانونية إلا ينتهي العقد يكونون قادرين على التجديد. هذا أنا ما افتهمت من الأخوان بالاتحاد العراقي. أنا ما يهمني اليوم وذكرت لك قبل شوية يعني أين تقتضي مصلحة كرة القدم والمنتخب العراقي باستمرار باسم قاسم، أهلا وسهلا. بعدم استمرار باسم قاسم رغم لدينا يعني الثقة الكاملة حقيقة بعد ما أجرينا هذه التغييرات الكبيرة على المنتخب العراقي وصلنا حالة من الاستقرار، ممكن قلت لك يعني إضافة خاصة بمركز الهجوم يمكن لا زالت العلاجات يعني حقيقة بها نوع من القصور، ممكن إضافة لاعب خبرة في هذا المركز، أعتقد نكون قادرين نحقق شيء في آسيا، لكن يبقى القرار الأول والأخير يعني للإخوان بالاتحاد العراقي. والأمر أنا مثل ما تكلمت لك حقيقة أنا لست بمتشبث، أنا علي أن أخدم. المهم خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ المنتخب العراقي أنا أعلنت مجموعة أهداف منذ البداية استلام المهمة ولحد اليوم اللي أتكلم مع حضرتك تقريبا لا بأس. يعني كابتن باسم يعني هذا ليس تشبث، هذه مهمة وطنية وأنت مدرب وطني كفو ومن حقك أن تبحث عن حقوقك أيضا مثل ما تقدم هذه الخدمة لبلدك، وهو صح واجب على كل مدرب أنه يقود المنتخب، ولكن حتى تكون يعني معالم الصورة واضحة لك وللجمهور ايضا. نعم. حتى يعني يكون الاستقرار اكثر في المنتخب، هل ستعتمد على المحترفين ولذلك يعني اي تفضل نعم العفو استاذ حسام. ولذلك انا حقيقه خلال هذه الفتره يعني بحكم مسؤوليتي وكوني مؤتمن على المنتخب العراقي ومؤتمن على تطلعات جماهير الكره العراقيه قدمت حتى لا يكون هناك فراغ تدريبي حقيقه. قدمت منهاجي إلى آسيا بغض النظر عن استمراري من عدمه، وهذا صحيح. واجبي صحيح. حقيقة واجبي المهني والإخلاقي والوطني. طيب. هذا ما عملت به. إحنا بالنسبة إن المحترفين واللاعبين المحليين اليوم العطاء أستاذ حسام، العطاء بغض النظر عن اسم اللاعب وعمر اللاعب صحيح. حقيقة العطاء بالدرجة بس الخبرة تلعب لها دورها، وانت أيضا اللاعب يعني لعبت بكأس العالم وشفت بطولة بمستوى أمم آسيا الاحتراف كيف يفعل يجب يعني عندك يجب أن يكون هناك جاستن ميرام عندك يعني ذول ما يعني صحيح
أكيد. يعني راح يطلعون غيرهم. يمكن الاستغناء عن اللاعبين المحترفين. يعني هناك أسئلة عديدة يقال إنه ليش باسم قاسم ينطي فرصة؟ الياسر قاسم أيضا يندمج أكثر مع المنتخب. صح حتى وإن كانت هناك بعض الخربطات من اللاعب كذا. يعني على الجايات أقصد إنه. لا أنا لأنه ذول اللاعبين بصراحة لو يجمعون ذول المحترفين يطلعون أشياء يعني كثيرة. هو أحمد ياسين جيستن يلعبون يعني ويحسون هم مستقرين. بالتأكيد. بالتأكيد هذا ما ريد نغمض حق اللاعبين الشباب اللي أبدعوا وأجادوا وقدموا. لا أنا بالتأكيد أستاذ حسام أرجع وأكرر لك أنا أتعامل تعامل مهني بحت ولذلك سيتواجد من اللاعبين المحترفين واللاعبين الخبرة واللاعبين الشباب ويكون خليط والأساس هو العطاء البقاء الأفضل والبقاء للاعب صاحب العطاء. وبعد مباراتنا مع كوريا الجنوبية اللي قلنا هي وحدة قياس حقيقية سيكون هناك إبعاد قسم من اللاعبين طيب. من حيث الإضافة احنا 90% عندنا استقرار نضيف لاعب او لاعبين وحتى قبل مباراة كوريا لربما اقرب مباراة انا ساضيف لاعب اخر من لاعبين الخبرة حقيقة بالدوري المحلي لانه تدري مسألة الهجوم لا زال كوبيا هناك تقصير اما كل اللاعبين فهم سواسية سواء كان اللاعب المحترف او اللاعب المحلي انتقل الى الاخ عادل عندي 3 دقائق وخلي شوية نسويها كوكتيل اولا الف مبروك لفريق القوة الجوية انتهت قبل قليل مباراته مع العهد اللبناني تعادلوا 2-2 وفاز واخ عادل شو تقول الفوز الجوي الى نهائي منطقه غرب اسيا اعتقد مع الجزيره الاردنيه راح يلعبون والله انا اعتقد ان شاء الله ان تكون الثالثه على التوالي لفريق القوه الجويه هو فريق يستحق كل التقدير والاحترام وتاريخ مجيد في كره القدم العراقيه نتمنى لكل موفقين ان شاء الله هاي وحده الثانيه الانتخابات الرياضية يعني نعم. مثل ما تابعنا وتابع الجميع شارك بها عدد من الأخوة الرياضيين لم يفلح أحد من الحصول على موطئ قدم ما عدا الدكتور حسن كريم عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية نتوجه له من هذا المكان بالتهنئة على هذا الفوز شنو رأيك بالموضوع؟ نعم طبعا باختصار لأنه ما باقي والله رأيي إحنا اليوم كلها قوة جوية إن شاء الله نعم كلها قوة جوية إن شاء الله اليوم نبارك للدكتور وحظ أوفر للباقين يعني كنا نتمنى أن يحققوا نتائج طيبة ولكن هذه الانتخابات حظ أوفر في الدورات القادمة وكل اللي عليهم يعني أدوا بشكل جيد ولكن يعني هذه الانتخابات وأسرارها نتمنى لهم الموفقية في دورات أخرى زين بعشرين نعم. ثانية الوفد اللي رايح لسويسرا يتفاوضون الوزارة والاتحاد شنو رأيك بالموضوع؟ يعني مسألة طبيعية جدا يعني أنا شاهد أنه يعني المشهد الكروي العراقي فيه الكثير من التساؤلات والاستفسارات اللي تخص كرة القدم يعني طيب. للأسف الشديد ليس هذه الدورة فقط وإنما منذ يعني أكثر من 3 دورات انتخابية كانت الأمور كلها مفصلة على بعض الأشخاص وأي شخص يحاول نعم. الدخول إلى هذه المجموعة طيب. يتم إبعاده بشكل أو بآخر طيب الكلمة الأخيرة كابتن باسم فريقك نعم. اللي كنت قدته وقدته البطولة أيضا نعم. كأس الاتحاد الآسيوي كابتن باسم القوة الجوية تأهلوا إلى نهائي غرب آسيا في كأس نعم. الاتحاد الآسيوي شو تقول لهم مبروك لفريق القوة الجوية إدارة وكادر تدريبي ولاعبين وحقيقة إن شاء الله ثانية على التوالي أنا قدتهم للحصول المرة الأولى وقدتهم بالثانية للوصول إلى نهائي غرب آسيا إن شاء الله ثانية ثالثة عفوا على التوالي ومبروك لأخي إن شاء الله ثالثة على التوالي ومبروك لأخي وزميلي الأخ حسن كريم بحصوله على الوصول إلى قبة البرلمان ونتمنى له التوفيق إن شاء الله وللمنتخب شو تقول جمهور المنتخب لجمهور المنتخب ولكل الناس المعنيين والمتابعين حقيقة أنا لدي الثقة الكبيرة بأنه المنتخب العراقي يسير بالاتجاه الصحيح نعم. وإذا ما وجدنا في محطة ما أنه أخطأنا في محطة ما بكل تأكيد سنعود عن هذا الخطأ من أجل المنتخب الوطني ومستقبله كل ما عليه الدعم وكل ما عليه يطبق المنهاج التدريبي إن شاء الله. بذلك نكون قادرين أن نحقق تطلعات الجماهير في بطولة أمم آسيا إن شاء الله إن شاء الله التوفيق والنجاح من بغداد ضيفي الكريمين أتوجه بالشكر لكم الكابتن باسم قاسم مدرب المنتخب الوطني وصحف الرياضة الزميل عادل العتابي إن شاء الله نلتقيكم في حلقات مقبلة وأنتم أعزائي المشاهدين قبل أن أودعكم أترككم مع هذه الباقة من الأهداف الجميلة التي شهدتها ملاعب الكرة العالمية خلال الأيام الماضية آملين أن تنال رضاكم
أعزائي المشاهدين، هذا كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج استوديو الرياضة. لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج توني بعيني، المنفذ محمد حسين، وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني، أجمل تحية. راسلونا على الإيميل موجود أسفل الشاشة وعلى صفحة البرنامج في الفيسبوك. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.